السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وصحه جيده وما ناقصكم حتى خير. الفيديو اليوم ديال مرجان شاركت معكم معانات زويونين وغزالين كتحتاجوهم في الدار. نبداو على بركه الله. اول حاجه كاينين هاد الكويسات زوينين دايرين ب7 دراهم كيتهزوا باليدين والزاج ديالهم غليظ، ممكن ديري فيهم الحليب ولا داك كابوتشينو العصير. مهم زوينين صراحة وفيهم ديكور زويون، غير هما راه ما فيهمش دوك الغطاية الصراحة ما بانوش ليا. وهنا كاينين هاد الكيسان ديال اتاي يعني زوينهم، فيهم 6 ديال البياسات دايرين 49 يعني قولوا كاع 50 درهم، حيت هما ديما كيديروا ديك 49.90 دايرين ب50 درهم. هانتوما زوين الزاج ديالو والديكور ديالو زوين وكيلمع. واحد الحاجه فيه انه غليظ وماشي رقيق اللي كيشد دغيا السخونيه. هانتوما فيهم 6 ديال البياسات صراحه زوينين. وهنا كاينين عاوتاني هاد الكيسان حمقوني الصراحه زوينين غزالين دايرين 99 درهم. هانتوما فيهم 6 ديال الكيسان باش عجبوني، فيهم دوك الديكورات اللي من الجناب من الفوق صفرين بحال الا دايرين فيهم زويقه زوينين. والزاج ديالو غليظ ماشي رقيق، هادو كيصلحوا صراحه غير القهوه، المهم كاين تشربوا اتاي ولا اي حاجه، ولكن انا جاوني الصراحه ديال القهوه. وهنا كاينين هاد الكيسان عاوتاني ديال العصير دايرين 55 درهم. هاهما زوينين صراحه الديكور ديالهم من التحت جاوا بحال الا معوجين بحال هكا على شكل فرفاره من التحت الى بان لكم. حتى هو الزاج ديالو راه غليظ وثقيل ماشي خفافي. وهنا كاين هاد السيرفيس اللي فيه ديال القهوه صراحه واعرين فنين دايرين 89 درهم. ها هو كاين هاد الابريق ديال القهوه، هذا ديال الزاج، فيه ديال الزاج وديك الغطايه وباش كتشد ديال البلاستيك، وكاين هذيك الصفايه لداخل اللي ديال القهوه اينوكس. وانتوما كيف ما كتشوفوا الديكور ديالها الصراحه غزال. الا جا عندكم شي ضيف بحال هكا اللي عزيز عليه بحال التويشيه الصراحه بحالي، هادو حتى هما ديال الزاج ولكن هاد الزويقات اللي دايرين بالكحل ديال البلاستيك صراحه زوينين وما غاليينش بزاف، دايرين داك الثمن 89 درهم. وكاينين هاد الطويجنات صراحه فني، الناس اللي عزيز عليهم بحال هادشي هذا صراحه كيعجبوني. هاد الطويجنات اللي كيكونوا بحال هاد الديكورات تقليديين، هادو دايرين 21 درهم الوحده. هانتوما زوينين، الزاج ديالها هذا اللي كتحطي فيه اي حاجه حتى هو راه الزاج ديالو غليظ شي شويه وثقيل ماشي خفافين. هنا كاينين هاد البواطات دايرين 26 درهم، هما الصراحه واخا غاليين شويه ولكن الصراحه كيستحقوا. علاش؟ لانه اولا هاد الدجاج هذا راه غليظ وثقيل، هذا اللي كتشوفوا بحال هكا ودايرين فيه واحد النقش، والغطايه ديالته زوينه. علاش الغطايه ديالته زوينه؟ لانه في الجناب ديالها فيها السيليكون، يعني فاش كتغطيها راه ما كيدخلش الهواء، وفيها هذه اللي كتدوريها بحال هكا يمكن انك تنفسيها الا بغيتي تدخل الهواء للحاجه اللي كديري يمكن بلاش. مهم صراحه زوينه، والبلاستيك ديالها راه غليظ. هانتوما شفتوا كيفاش حليتها صراحه واعرين حمقوني انا هادو. وهنا كاينين هاد البواطات الطوالين اللي في البيض ودايرين ليهم هاد الشكل ديال الزويقات بحال ديال الرخامه، هادو دايرين 45 درهم وراه طوالين، ممكن كيصلحوا بزاف لي بات اكثرين كنستعملوهم بحال كاسباكيتي، يعني زوينين وحتى الجناب ديالهم كي مغطيين فيهم بحال ديال السيليكون. وهنا كاينين هاد الليمون هادو ديال لي طاب ديال الكيكات ديال اي حاجه دايرين 45 درهم عفوا، والحجم ديالهم فيهم 31 سنتيمتر. وكاينين شي وحدين اخرين فيهم شي ديكورات اخرين. وكاين هاد الترموس، هاد الترموس هذا راه ما بقاش بزاف الا لاحظتوا في ديك البلاصه راه خاويه، عتي راه طارو فيهم، باقيين هادو اللي لتحت واعر صراحه داير 55 درهم. هانتوما تشوفوني غادي نحلو وتشوفوه من الداخل، وراه دغيا كيتحل ودغيا تيتسد، ما كي ما فاش سديته ولا حليته ما بانش ليا معكس. ها هو كيهز فيترو واحد لتر. وهنا كاين هذا داير 50 درهم، هذه اللي كيخدموا بها ديك الكابوتشينو ولا الحليب اللي كيبغيو يديروا فيه الرغوه ولا القهوه حتى هي اللي كدير ديك الكريمه ديال القهوه، يعني كتعمروها وكتبقاو تضغطوا عليها بواحد الشكل. انتما تشوفوني بحال اللي كنديرها، الناس اكثرين يقدروا يكونوا راه كيستخدموها وغادي يكونوا كيعرفوها، يعني كتخدموها بهذيك الطريقه باش تطلع لكم ديك الكريمه اللي بغيتو.
وزوينة عملية. وكاين هنا هاد المقراج داير 158 درهم كيف ما شفتو. زوين هو كاين في الكحل، كاين غير في الكحل. هادوك اللوينات الاخرين اللي حمري كيبانوا لك هادوك الثمن ديالهم بوحديتهم. هذا كاين في الكحل ومن الداخل ديالو اينوكس. هانتوما كيما شفتو كاين حتى الغطايه، صراحه زويون ديكور غزال. والغطايه من الفم ديالو داك اللي من القدام كتضغطوا عليه من تما، ما فيهش ديك البوطونه اللي كتكون في اليد. وهنا كاينه واحد المجموعه ديال اينوكس صراحه واعره غساله غساله، راه هديد هاد الثمن ديالها ديال 1600 درهم كتستحق الصراحه كتستحق. عفتي راه لا كاليتي ديالتهم واعره. هانتوما كيف ما تشوفوا عتي راه ثقيله، انا راه ما قديتش نهزها بيد وحده. شي فاش دابا هزيتو حليتها راه يدي لا لاحظتوا كتشوفوا راه ثقيله عليا، يعني الكاليتي ديالتهم واعره. ومن الداخل راه اينوكس حقيقي، الا شفتي وجهك غتشوفي وجهك بحال اللي كتشوفي في المرايه. وغليظ من التحت، هاد الماركه ديال توريس وفيها 9 ديال البياسات. كاينه هاد المرميط هادي وكاينين بزاف وحدين، كاينه مرميط اخرى حتى هي غادي تكون صغيره ولكن طالعه. هي عادي اللي غتشوف هادي جبدها صراحه زوينين، الثمن ديالهم كيستحق 1600 درهم و9 البياسات اينوكس دوريجين وتقالين كيستحقوا. انا كنظن هاد الثمن هادو لانه قال لك الا بغيتي تشري واحد الحاجه تحافظ عليك مده سنين طويله خاصك تحطو فيها ثمن. هانتوما شوفوا حتى هذه المقله ديالها راه ثقيله، يعني هادشي كاع كله اللي زيت والله الا ثقيل، وفيها هذيك الشداده حتى هي من الجهه الاخرى صراحه زوينين. وهنا كاينين هاد التويشيات هادو، اول مره غادي يبانوا ليا هنا الصراحه. كتقطعي بهم بحال دوك الخضر على شكل طوالين، كتحطي كنظن كتحطي ديك القطع اللي بغيتي تمايا وكتضغط عليهم بهادي وكتبداي كدوريهم. زوينه عمليه الناس اللي كيبغيو بحال هادشي، مثلا كتصلاحي لاصالاد الا بغيتي تزوقي ويكونوا ديكورات في الخضر كيكونوا زوينين. ها هي في الطريقه في التصويره كيف ما شفتو. وكاينه هادي القطاعه ديال البصله، كديري البصله هي راه كتكون واحد شي حاجه من التحت زعما محطوطه باش كديري فيها ديك القطع اللي بغيتي ديال البصله ولا اي حاجه بحال تتشلط ليك ديك الحاجه قطع رقيقه. هانتوما راه غتشوفوها في التصويره غنوريها لكم. شتي ها هي بهذه الطريقه كتكون. وهنا اخر حاجه كاين الصراحه هاد مولينيكس داير 199 درهم، واعر 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 وبالي ثمن مناسب. هانتوما صراحه زوين من الداخل ديالو، هانتوما داك اللي باش كطحانه، وهذا راه ديال البلاستيك ماشي الزاج. وكاينه هذه حتى هي الطحانه ديال العطريه، هذه الماركه هذه ديال دينوا زوينه الصراحه. كنظن هذه الماركه ديال دينوا تابعه للمرجان. وهنا غادي تلقاو عاوتاني واحد الحاجه صراحه هادي زوينه حمقاتني، دايره 239 درهم. هادي راه كطحن العصير كطحن اي حاجه، المهم بحال مولينيكس، غير هو واحد الحاجه زوينه فيها انك كتقدري تهزي عادي معاك. مثلا الناس ديال السبور كيمشيو يديروا سبور ولا غير كتجري ولا كديروا شي بيكنيك كتعمروها بهذيك الشيء اللي بغيتو، يمكن لكم انكم ديروها. وكطحن صراحه واعره واعره، شفتو كي ولات بحال القرعه. خليت لكم الراحه هنا، نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. نهاركم مبروك.